بعد ما خلوك وجوي منكر ونكير وجوي يسألوك من ربك منو نبيك منو إمامك من تندب من هنا تستنجد بمن علي علي ليش اختاريت أبو الحسن سلام الله عليه أبو الشداد ما يخيب اللي لزمه ما يخيب علي بن أبي طالب وقف لي وقفة بالوادي بالبحر راحت كل أوراقي كل أموري أتذكرها لحد الآن ما بين المغرب وما بين إسبانيا قلت له مروتك أبو الحسن شلون بلحتنا يا العبرة هناك يعني أنا طلعت هواية ناس طلعت هواية ناس وأنا عصيت صعدي بهذا القارب وهيك شيء أي أنا كلهم طلعتهم يعني حتى عائلتي بر إيه؟ النوب كلها انسدت بوجهي بقى بس البحر أنا ما أعرف أسبح إيه؟ فاتفقت ويا أبو قارب بالليل صارت الطلعة الساعة بالثلاثة الفجر فهذا أخذنا بالسوالف أخذني بالسوالف يحكي ويسولف حتى ينسيني ما أعرف يعني بس فعلا نسيت وسوالف السماكة سوالف حلوة حتى العراقيين فهذا الرجل فجأة قال لي انزل أباوع أنا دا أشوف جبل ودا أشوف يعني أكو آثار أرض بس شوية بعيدة قلت له أنا ما أعرف أسبح قال لي انزل شيت هذا كلها ترى جيش بما معناه أنه شيتت غرقت وشايل الجنطة فالجنطه تسحبني ما 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 تقدر تسحب بعد بالدفرات يعني نزعت الجنطه كان ويا شخص الله يطول عمره ابو يوسف ليش خسران ليش بدفع صكم يخافون لازم ينسحب فابو يوسف قاعد على صخره هاي الصخره تزهلج فبالقوه فمد لي جنطه خطيه مد لي جنطه انا دا اغرق دا اوقع يعني انا مجرب انا جوا ما يعرف يسبح انا ما اعرف جارب المي بس هيك طلعت صحت مروتك يا ابو الحسن ايه والله بس الطلعه الثانيه لقيت الجنطه مالته هيك بيدي راسا لزمتها انا لزمت الجنطه شوف الـ شوف الـ 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 شوف نورانيه ابو الحسن سلام الله عليك سلام الله عليك سيدي ومولاي بس مديت رجلي طلع قيش يعني كل هذا الموقف حتى بس اندب ابو الحسن بذيك اللحظه يعني قيش يعني بس لو ما يعني لهنا وصلت تخيل لهنا المي لهنا فايقنت انه هاي القضيه لا حتى بس ينذكر ابو الحسن سلام الله عليك يا لا اكثر ولا اقل سلام الله عليك